تبارك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كما سبقت الإشارة قلت بأن احنا في هذا البلد الذي هو من توابته الدينية، من التوابت التي يرتكز عليها، أنه شعب مسلم دينه الإسلام، ونحن وفق مذهبنا المالكي وعملا بقول الله تعالى أننا نطيع ولي الأمر الذي دعا إلى هذه الصلاة المباركة إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبدون شك أنه في جميع مصليات المملكة الشريفة من شمالها إلى جنوبها الأئمة والناس أجمعين كلهم مغاربة كيف قلت كلهم سيخرجون إلى المصليات وحتى في المساجد، الغاية واحدة والهدف واحد، هو أننا نفتح القلوب لنصلها بالله عز وجل، وإن كانت القلوب دائما متصلة بالله، ولكن الجميل في هذه الصلاة هو أننا نشعر بأننا أن التقصير عنده دواء، وأن مهما ارتكبنا من مخالفات فربنا سمى نفسه العفو والغفور، وهذه المغفرة ستمحو الذنوب، وإذا محيت الذنوب سيأتي الخير العميم إن شاء الله.